الجو كتير حامي كتير كتير، والناس يعني مش موقفة من ناحية البيع. البلدة القديمة مدينة الخليل، مع موجة الحر القائمة حالياً واللي راح تمتد كمان لعشرة أيام قادمة، إقبال الناس على العصائر يعني زاد ما يقارب، بدي أقول لك نسبة 100% عن الأشهر السابقة. بس في عنا مشكلة إنه أسعار الفواكه، البرتقال والأمور اللي لها يعني اللي تابعة للعصائر أسعار جدا مرتفعة، فإحنا بنطلب إنه يعني خفضوا علينا الأسعار، لأنه إحنا كمان نستخدمش إلا المنتجات المحلية، يعني الحمضيات اللي من المزارع الفلسطينية، التفاح اللي من الجولان. الجو كتير حامي كتير كتير، والناس يعني مش موقفة من ناحية البيع، والجو يعني مش طبيعي والله، يعني على اليوم بس لونها هيك تخف شوي والله. الأيام هذه عشان الشوب في إقبال أكتر على العصير، يعني أيام أحسن من أيام عشان الشوب بيكون أيام أكتر، فالناس هلقيتها بتكون عطشان وبترغب العصير، فبتبلش الناس بتكون تشري أكتر. شغل السوق يعني دائما الناس بدلهم مرئين ورايحين، ففي ناس بتشتري وفي ناس لا، يعني الأجواء بعرفش كيف، يعني بتكون حلوة لما تكون ماشيين ومرئين وهيك.